اذا يا رزيعة، حلقة جديدة من رزع الجمهور واسبوع جديد وحلقة مهمة جدا، لان احنا النهاردة مش هنتكلم في حاجة غير الكرة المحلية. كرة محلية يعني اهلي، يعني الزمالك، يعني منتخب مصر، يعني قائمة المنتخب، يعني احمد فتحي، يعني محمد صلاح، يعني مشكلة الشرط الكابتنة والحاجات الحلوة دي كلها. وقبل ما نخش في اي تفاصيل لازم نشكركم واحد واحد على وصلنا ل 300 الف سبسكرايب على اليوتيوب، ولسه اللي جاي احلى بيكو يا رزيعة. بيكو اكيد هنوصل لحلم المليون ومش هنتنازل عن الحلم ده. اذا سخنين على طول، وضيف هذه الحلقة الرزيع ومن الجمهور دايما وابدا عمر زايد. تفضل يا نجم مصر، تفضل يا حبيب قلبي خطوة عزيز، تفضل يا حبيب قلبي. هذا سيد، هذا سيد. فكرتنا عمر عامل ايه؟ عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ انت كله تمام؟ ايه الاخبار؟ كله زي الفل. عندنا النهاردة شوية ملفات. الملف الاهم انا من وجهة نظري هو ملف منتخب مصر، ليه اعتبارات كتير، اعتبارات التصفيات اللي احنا داخلين عليها في امم افريقيا، ماتش كينيا وجزر القمر والتفاصيل دي كلها. سريعا كده قبل ما ناخد تعليقات الناس، شفت قائمة المنتخب ازاي؟ قائمة المنتخب هي عبارة عن ان حسام البدري بيعمل زي ما اي مدرب هيعمل، بيعمل الشرعي. هو جايب لعيبة بيز اساس من الاهلي، من الزمالك، من الاسماعيلي، من احسن الفرق في الدوري، الاهلي، زمالك، بيراميدز، تمام كده. هو واخد 10 لعيبه من الاهلي وسته من بيراميدز وخمسه من الزمالك وخمسه من نوادي تانية وسته محترفين فانت بتتكلم اصلا في العشرة والسته بتوع بيراميدز دول والاهلي وخمسه زمالك دول، اصلا دول 21، يعني دول اصلا ممكن يزود عليهم اثنين لعيبه تانيين من اي غير محترفين طبعا. ويبقى عنده قائمه 23 يلعب بيها كاس الامم، وفي اربعه امم رايح المنتخب، يعني في احمد سيد زي في اربعه عمر راح المنتخب. فهو جاي غير كده كمان، انت واخد ثلاثه اظهره يمين وثلاث اظهره شمال بالزبط. وخمسه مساكين، فكل ده هيتفلتر بالظبط. فهو واخد لعيبه من كل شكل ولون، عشان هو اكيد عارف اللعيبه دي، يعني هو اكيد عارفهم، بس هو في النهايه بيبص على كل واحد عشان ما يقعش في اي غلطه من غلطات اللي قبل. طيب انت شايف ان الاتفاق على قائمه البدري مقارنه بالقوائم اللي كانت بتحصل قبل كده، هل انت شايف ان الناس متفقه نسبيا مع القائمه دي على عكس مثلا القوائم اللي فاتت، خاصه مثلا اخر قائمه كانت بتاعت اجيري؟ مستحيل هتلاقي الناس بتتفق على قائمه منتخب مصر. اوكي. لان مبدئيا في ناس شايفه مثلا ان رمضان صبحي ما يروحش، في ناس كتير شايفه ان كهربا ما يروحش، في ناس كتير شايفه ان محمود وحيد ما يروحش. فعمرك ما هتتفق على قائمة، بس هتبقى شايف ان دي اختيارات منطقية. سواء اختلفنا واتفقنا بس ده منطقي. اجيري كمان حاجات مش منطقية. اوكي. يعني تعالى اجيري كمان حاجات كده اللي هو لا في تشكيل ولا في لعب ولا في اختيار ولا ما كانش اي حاجة منطقية اصلا اللي هو بيعمله. فنسبيا حسام البدري برضو واخد الحتة بتاعت مدرب مصري والدعم ونقف كلنا جنبه، وطبعا بما ان الاهلوية كلهم بيحبوه او بيسندوه او ان كان، فواخد دعم، ممكن تلاقي الموضوع واخد السكه بتاعت ان القائمه متفق عليه. طيب انا عايز اجي في جزئيه مهمه وبعد كده ناخد تعليقات الناس على طول على جزئيه كهربا. أوكي. لان انت كهربا بالتحديد الناس قالت انه ازاي كهربا وما بيلعبش، ويمكن الاحصائيات اللي انتوا هتشوفوها قدامكم من ماركت ترانسفير، كهربا لعب اربع مباريات استبعد خمسه، لعب ماتشين فيهم 45 دقيقة وماتش 15 دقيقة وماتش 18 دقيقة، يعني ما بياخدش حيز كامل ومسجل هدف واحد بس. بالحديث عن جزئية تانية وهي جزئية المشكلة اللي كانت حصلت بسبب شرط الكابتن والقائد بتاع المنتخب والكلام ده كله، أول كومنت معانا النهاردة في الحلقة من محمد محمود بيقول: مشكلة شرط القيادة، وهل كان لازم يتدخل حسام البدري ومحمد صلاح في الأول قبل ما المشكلة تكبر؟ شايف القصة دي ازاي؟ لأن فيها أقاويل كتير، يعني هنشرحها في النص كده. هو أصلا مشكلة شرط القيادة مين اللي فتحها؟ يعني ليه أصلا فجأة كده؟ إحنا معروف عندنا في مصر ماشيين بعرف، حتى إن كان عرف غريب الأدمية بالظبط كده، فهو غريب فخلاص، بس إحنا ماشيين عليه. ليه فجأة حسام البدري قرر إن هو أول ما يجي عايز يفتح الموضوع وان ناخد راي احمد فتحي ويسيبها لمحمد ليه؟ يعني هو خلي بالك كمان اللي اتقال ان القصه دي اللي اقترحها محمد بركات، وراح قعد مع فتحي وحاول يقنعه ان هو يتنازل، فتحي رفض. ايا كان اللي فتحها البدري بركات، ايا كان مين الشخص اللي فتح الموضوع ده، فهو غلط. ليه؟ انت عندك عرف ممكن بقى تعمله انت لما تخلص كاس الامم، لما احمد فتحي يعتزل، لما اقدم لعيب يعتزل مثلا بعد احمد فتحي، هتلاقي مثلا وليكن حد من الناس اللي هو قديم في المنتخب بس في نفس الوقت ما عملش التاريخ، ولا هو ابن جمية احمد فتحي اللي تعرف لما تتكلم معاه تاخدها لمحمد صلاح. بس غير كده انت ليه تفتح الموضوع ده؟ واحمد فتحي ده راجل بيلعب عنده منتخب، بيلعب منتخب من هو عنده 16 17 سنه مع الجوهري الله يرحمه. فكل التاريخ ده بقى وكاس عالم ناشئين واولمبيات وثلاثه كاس امم ولا اثنين كاس امم وبطولات اهلي و
اكيد في النهايه ده حلم اي لعيب ان هو يبقى كابتن منتخب مصر. فانا شايف اصلا الموضوع فتح الموضوع ملوش اي لازمه خالص، خصوصا ان محمد صلاح مش مش بقله الذكاء اللي هو يروح يطلب بيه حاجه زي كده، لان في الاخر مش يعني هتضيف له طبعا، بس في النهايه محمد صلاح مش بالعقليه دي. ده خلينا نروح لعبد الرحمن سعيد اللي بيقول شايف ان فتحي يستحق يلعب في المنتخب اساسا. احلى مسا عليك يا عمور حبيبي عبدو. انت شايف ان فتحي يستحق ان هو يكون موجود في المنتخب حاليا او لا؟ لسه كنت بتكلم النهارده الصبح مع صاحبي في الموضوع ده. حلو. عشان احمد فتحي مش اللعيب اللي تقيسه بالسن، احمد فتحي لعيب بتقيسه دايما بعطائه في الملعب. فاحمد فتحي في اي مدرب من اللي جم دول انا شايف انه لازم يروح المنتخب، خاصه ان هو جوكر كمان، يعني باك يمين شغال، خط نص شغال، بيلعب مساك، بيلعب باك يمين، بيلعب في نص الملعب وبيلعب هاف شمال، سوري باك شمال. تمام. لا، عشان هو دلوقتي مش كويس. فهم بيعملوا مع احمد فتحي كده نفس الواقعه اللي عملوها مع وليد سليمان لما خدوا كاس الامم. وليد سليمان خدوا كاس الامم كان لسه راجع من الاصابه، مفيش يعني ملحقش حتى يبدي اي مستوى رائع، بس عشان هم قبل ما يتصاب كان المفروض يروح المنتخب وما خدوهوش فبيعوضوها. فده اللي حصل بالظبط وليد سليمان. اعتقد دي نفس الفكره بتحصل مع احمد فتحي، هو في المستوى دلوقتي مش احمد فتحي، مش افضل شيء. محمود بسيوني بيقول هو انتوا شايفين صلاح اصلا بعد معسكر كاس الامم الاخيره يستحق يبقى قائد او اي واحد في 23 اللي كانوا في الكان الاخير؟ هو صلاح عمل ايه يعني من وجهه نظر انا؟ ما عملش. عارف بالظبط زي اللي هو انت ايه بتحط واحد في الصحراء وتقول له انزل اضرب ال11 دول، هو مش هيعرف يعني. محمد صلاح لعيب عالمي وفخر العرب وجامد جدا وكل حاجه، بس يعني ما هو ده حتى بالبلدي كده اللي هو الكتره تغلب الشجاعه. يعني هم كل الفرق اللي لعبناها في كاس الامم، حتى اوغندا، حتى كل الفرق الضعيفه، في النهايه محمد صلاح مش هيلعبهم لوحده. هو بقى ما كانش عنده الحته بتاعت الحميه او الليدرشيب دي زي ما كانت بتبقى عنده في العادي، مثلا لما شفناه في ضربه الجزاء شالنا ازاي، لما دخل فينا الجون في تصفيات كاس العالم اتحمق ازاي وجاب اللعيبه بتاعه. بس في النهايه هو برضو شايف ان اللي حواليه مش مساعدينه او مش بيساعدوه، مش عارفين، هم متخاذلين، مش بيبذلوا نفس المجهود. فهو راجل يقول لك طب وانا هعمل ايه، انا اشيل كل حاجه لوحدي؟ ما مش هشيل كل حاجه لوحدي، مستحيل يعني. يعني لو كان الوقت يسمح والظرف يسمح والنيه بالاكفأ مش بالادميه، طبعا محمد صلاح يستحق ومفيش غيره يستحق. علشان نقفل ملف شاره القياده، الموضوع محسوم. حسام البدري طلع وقال الادميه هي العرف، وحتى كمان انه لو احمد فتحي مش هو الكابتن ففي حجازي وفي النني والاثنين يستحقوا شاره القياده كادميه قبل محمد صلاح. محمد حسين بيقول هل البدري احسن حل لمنتخب مصر ولا وهل قوه صلاح في المعسكر هتقدر عليها قوه البدري؟ يعني هو بيتكلم في فكره ان هل قوه صلاح هتسيطر على المنتخب؟ البدري الاصلح من وجهه نظر يعني. أوكي. ومفيش مدرب هيعرف يبقى في قوه صلاح الا لو جبت يورجن كلوب او جوارديولا او حد من ال... هنقفل ملف منتخب مصر وهنروح للنادي الاهلي اللي فيه شويه تفاصيل كتيره. علي جمال بيسأل سؤالين. السؤال الأولاني، إيه رأيك في كابتن الخطيب؟ هل الأفضل إنه يكمل بعد انتهاء مدته ويترشح تاني ولا لا؟ لا خالص، ما يكملش تاني. إيه الأسباب؟ الأسباب إن هو في حاجات كتير حصلت ما بتحصلش أصلا في العادي في الأهلي، منها مشاكل بقى سواء بين اللعيبة، بين الناس، بين الجمهور، في كده حاله حصلت عمرها ما بتحصل في الاهلي، او حتى لما كانت بتحصل عمرها ما كان الجمهور بيحس بيها، مع ان هو جه حظه في كام نتيجه مش كويسه الناس نسبتها ليه. بس انا شايف انه لا، يعني شايف ان هو اسطوره وعظيم جدا وكل حاجه، انا اهلاوي يعني، بس هي الفكره ان هو عادي، مش شرط ان كل نجم يبقى بيدير صح، عادي في ناس ممكن ما يبقاش عندها سمه الاداره. بس السؤال الثاني بيقول هل قدرات الاهلي حاليا تؤهله للفوز بافريقيا ولا هنستنى كل موسم برضو نقول الاهلي ياخد افريقيا وما يكسبش؟ حاليا شايف الاهلي قادر يفوز على الفوز بافريقيا؟ ريني فايلر قادر انه يكسب افريقيا. بمعنى ان الراجل عنده مقومات ان هو يعمل باي مجموعه لعيبه معاه فرقه كويسه. هو كان جاي على فرقه مش عارف دول مين، اتفاجئ بافراد، فده واضح ان هو من النوع بتاع الناس اللي بيعرفوا يبنوا فرقه او يعرفوا يعملوا فرقه. معاه نجوم بقى، معاهوش نجوم، هو بيعرف يعمل فرقه. طبعا هو معاه نجوم بس في نفس الوقت عنده كوارث وعنده مشاكل ممكن نتكلم فيها، ولكن هو الراجل قادر يحافظ على ان هو رجع الاهلي في حته كويسه. واحد للأمانة يعني بيفرح لما بيشوف التفاعل والمشاركة النسائية في إرزع وفي الكرة. ويمكن إيمان عبد الرحمن بتقول شايف مصير صالح جمعة الفترة اللي جاية إيه مع الأهلي وهل ممكن يمشي في يناير؟ صالح جمعة يمكن من حوالي كام يوم كان في أخبار بتتقال وتشافت الصور إنه كان خارج من أحد النايت كلابس تقريبا في منطقة ما في القاهرة. مشاكل صالح جمعة اتكررت كتير، هيكمل ولا هيمشي؟ أعتقد إنه هيمشي، ده الأقرب.
يعني خلص الاهلي اعتقد اداله فرصه واثنين وثلاثه بس هو مش عارف يستغلها. وهي نوعيه لعيبه يعني هي نوعيه لعيبه بتبقى عندها مشكله مش فنيه عندها مشكله اخلاقيه. اللعيبه كتير كانت كده يعني. فدايما اللعيب مشكلته مش شرط تبقى فنيه. في لعيب مشكلته في دماغه تفكيره مش صح في الكوره. بالظبط. بالكلام عن النادي الاهلي يجب ان احنا نتوقف عند تصريحات تركي آل الشيخ المستشار. تركي آل الشيخ كان في شويه تصريحات طلع وقال انه مسامح في اللي حصل وانه على استعداد لصفحه فتح صفحه جديده مع اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب. وكان في بعض المسجات اللي نقدر نقول مغازله شويه لاداره الخطيب وان هو بيقول اللي يلعب معنا يستحمل وافريقيا والكلام ده كله. تصريحات المستشار تركي آل الشيخ شايف ان هي محاوله لفتح العلاقات مره تانية ولا الدنيا ماشيه ازاي؟ يعني او مش شرط حتى يبقى فتح العلاقات حتى وان هو قال انا مستعد واللي النادي عايزه و و و بس على الاقل هو مش عايز يبقى في خصومه بينه وبين حد بقيمه النادي الاهلي وبادارته كده. لان في النهايه النادي الاهلي نادي برضو بيمثل دوله زي نادي الزمالك زي نادي الاسماعيلي زي الانديه التانية. بس الاهلي والزمالك انديه الدوله الجماهيريه يعني. فهو مش عايز يبقى عنده صراع مع حد كده خصوصا ان مؤخرا ابتدى يستخدم يتحط اسمه في حاجات ليها علاقه بالاهلي في مشاكل ان هو طرف فيها وهو مش طرف فيها. الناس يعني ايه بتتحامى فيه ويقولوا ده معانا ضد الاهلي وهو راجل مش عايز كده. فحس انه لا الموضوع بيكبر على ايه وبتاع. لا خلاص برضو في النهايه الخطيب اسطوره والراجل كان يعني في منتهى الذوق لما الخطيب تعب بعت له كده يعني. بس فاعتقد ان هي خطوه مفيده لكل الاطراف اقدر اقول لك كده. لحد اللحظه دي اداره النادي الاهلي لسه ما ردتش. يا عالم هترد هتطلع بيان ولا تلتزم الصمت. كل ده هيبان في الايام اللي جايه. يمكن بعض المواقع الاخباريه قالت ان الملفات المنتظر ان يتم فتحها تاني في حاله التصالح ما بين الطرفين هي ملفات الصفقات وملفات استاد النادي الاهلي وفرع التجمع الخامس واستكمال الانشاءات في فروع النادي الاهلي الاخرى. ايه اللي هيحصل في الكلام ده كله؟ اعتقد الايام القليله المقبله هي اللي هتقول لنا الكلام فيها. بالحديث سريعا عن نادي الزمالك اتكلم بيقول ايه رايك في صفقات الزمالك وهل ميتشو قادر على اعداد اللعيبه كويس بحيث ان هم يرجعوا للبطولات الافريقيه تاني ولا لا؟ لا ميتشو يمشي ده كده كده على طول. خلاص انت قلت لي 30 ثانيه ميتشو يمشي معروف سهله. ليه؟ هو في حاجه غلط يعني. في حاجه هو غالبا مش مدرب كوره ده مدرب فرقه باليه استعراضي. والله انت فاكرني ده بقى حاجه غريبه. واحد غريب خالد بوطيب ده انا لو دفع لي فلوس مش هلعبه كوره يعني. ده اول طار على المغرب ده ما يقعدش اصلا ده ما يخش استاد القاهره ما يجيش. فميتشو لا سيبها من خالد بوطيب حاجات كتير قوي وبيريح فرجان ساسي وشيكابالا كان بيلعبه فول تايم والراجل يعني يا دوب لا 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 امشي امشي والله عشان هو هيمشي غصب عنه فيمشي بمزاجه. اذا مع اخر كومنت سريعا رامي صفا من العراق وكل التحيه لاهل العراق بيسال على مستوى صلاح واصاباته المتكرره. صلاح اسبوع اسبوعين ويمكن ترجع تشوف حلقات الموريسيو سيري على الدوريات السبت الممتاز اتكلم في الجزئيه دي ويستفاد فيها بشكل سريع. الاصابه بسيطه اصابه في الكاحل مش خطيره اعتقد هيرجع سريعا على طول. إذن يا رزيعة وصلنا لنهاية الحلقة دي من رزع الجمهور. كانت حلقة سريعة خفيفة بنتكلم فيها على بعض الملفات اللي تخص الشأن المحلي زي ما قلنا. وطالما وصلتك الحلقة دي تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتدوس على جرس التنبيهات عشان نوصل لحلم المليون رزيعة. ويمكن عمر زايد اللي انتوا بتشوفوه دلوقتي قدامكم هو النسخة الأخرى من علي زايد. ويمكن علي زايد سيبقى الشخصية يعني التي تثار حواليها علامات الاستفهام وسيبقى الشخصية ذات الغموض في إرزع. إذن هي تحيات عمر زايد نورتنا عمور. ربنا يخليك عمور أنا مبسوط كنت معكم حبيبي عمور. وهي تحياتي عمر خالد دائما وأبدا دمتم في رعاية الله وأمنه. وكفاية رزع قوي لحد كده الكرسي معدول بس أنا حاسه بعيد عني. أنا مش جايب برشام أقسم بالله معاه حاجة في جيبه وأنا مش عارف إيه. استنى بس علي مش هنبتدي بقى جد بس شوف حاجه. اول ضيف يطلع معاه بورقه ده جاي محضر ليه؟ ده بيحضر لي. الله 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 حلوه هيقفلها باللي هو فتحه هيقفلها وكفايه رزعه قوي لحد كده. شكرا يا اساتذه فركش. يلا يا جماعه اتفضلوا يوز دي يا عم زايد.